نحن هذه الأيام نعيش مبادرة مجتمعية جديدة من نوعها، ألا وهو معرض ومنتدى الأول الاقتصاد الزراعي للمرأة الجنوبية. طبعا هذا المعرض على مدى يومين يتخلله منتدى وحواريات نعمل فيه على تثقيف وتوعية المرأة الجنوبية، وأيضا لكي نصل إلى استراتيجيات وآليات لتطوير هذه المشروعات. هذا المعرض يحتوي على 120 مشروع من جميع مكاتب الجمعية. طبعا الجمعية تحتوي 6 فروع على مستوى الجنوب، وهذه الفروع من سبها إلى غات، قطرون، شاطي، مرزق، بنت بيا، تراغن، وباري، غدوة، يعني ما نبيش ننسى ولا مكتب، ولكن 6 فروع الأساسية كلها كانت حاضرة وحاضرة بقوة، وبصراحة كانت مشاريع تنتج للصدر وأسعدتني جدا. لذلك نتمنى إيجاد رؤية جديدة من بعد المعارض إلى تنفيذ خطط معامل ومصانع كبيرة على مستوى الجنوب، من مطاحن، من استصلاح زراعي، من حفر أبار، من إيجاد آليات حديثة، من إيجاد أيضا طرق حديثة تربية الحيوانات، أيضا إيجاد طرق حديثة تربية الدواجن. أيضا النساء تخللت هذا المشروع الكبير اللي هو يتخلل مشروعات زراعية. نحن نسعى إلى أن المرأة تكون دورها في إيجاد الحرية المالية لها وإيجاد فرص عمل كبيرة لها، ونخدم مجتمعنا الجنوبي بأحلى صورة وأحلى مصانع وأحلى حرف، لأن نحن الجنوبيات نساء قادرات ويستطيع أن يقدم الشيء الجديد والمفيد البعيد عن المصنعات الغذائية التي ضرت بالجسم الإنسان. ونسعى إلى الغذاء الآمن، ونسعى إلى المطبخ الليبي الحقيقي اللي يشتغل على منتجات زراعية بطريقة زراعية غير معتمدة على التصنيع اللي هن البذور الحديثة والمقويات اللي هي في خلال شهرين يطلع المنتج. هذا كله من أن نبتعد عنه، حيث نساهم في صحة الإنسان، ونساهم أيضا في تنوير أن نستفيد من مواردنا الزراعية داخل جنوبنا، ونكونوا أيضا نساهم في التسويق المحلي والتسويق الدولي.